فوكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جايب لكم درس مختلف خالص. النهاردة هنحاول الصورة دي من هنا لهنا. طبعا هنتابعوا مع بعضنا الشرح بالتفصيل، وهتلاقوا برضو الأجنحة والحاجة اللي احنا بنستخدمها كلها في الديسكريبشن تحت. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان خاطر نبقوا مع بعضينا في كل حاجة، وينتظروا كل جديد. نبدأ مع بعضينا. احنا دلوقتي جمعنا الجناح والحاجات اللي احنا نستخدمها في الشرح. تمام. هنبدأ ببسم الله، وناخد الجناح ده معانا كده، نحطه هنا، نكبر بقى ونلفه كده سنة بسيطة. صور تمام كده، ندوس انتر، وبعدين ندوس كنترول جي عشان ننسخه مرة تانية، كنترول جي عشان ننسخه مرة تانية. تمام، هندوس كنترول تي ونحدد، وندوس كليك يمين، وبعدين نيجي هنا عشان نعكس الجناح معانا، نجيبه كده، وبعدين بقى نيجي هنا ندوس كنترول، وبعدين نرجع دي كده بشوية بحيث ان هو ايه ميكونش الجناحين شبه بعض. يعني نبدأ ايه كده، ايه دي جاي مثلا بلفة، دي كده جاي بكده دايما كده، يعني ده بيكون اصغر من ايه، في جناح بيكون مثلا ايه اصغر من جناح. تمام. هنيجي بقى ندمجهم الاتنين مع بعض، ندوس هنا كده، ندوس كنترول اي وندمجهم مع بعض، وبعدين نروح خافينهم كده دلوقتي، ونيجي بقى هنا، ونيجي بقى هنا كده، ونحدد بقى الايه الشخص. خد بالك من التحديد، عشان التحديد هو اللي بيخليك في القص كويس. يعني انا دلوقتي بقص لكم بحاجه يعني ايه سهله جدا، بحيث ان كله ايه يكون عارف يقص يعني. وهنيجي مثلا هنا، وهندوس على الالت، نبقى بالراحة كده، واحدة واحدة، ونحدد ايه الجزء ده بحس ان انا يبان الجناح من ورا الايه، من ورا اكنه ايه متركب ايه حقيقي. تمام كده، مش هيبقى ايه هيضايقنا في حاجة. هنروح دايسين ديليت كده، زي ما انتوا شايفين لما انا حددت هنا طبعا بان الجناح اللي هو ايه معانا من ورا زي ما انتوا شايفين. تمام قشطة. دلوقتي برضه هنعمل ايه، هنجيب بقى ال، طبعا في حاجات كده عايزين نمسحها، يعني طبعا انا ما بشربش الحاجات دي والله، ده هي كانت موجودة. خيلتوني والله، نمسح يا عم الكلام الفاضي ده. ماشي تمام. هنجيب بقى الايه الريش اللي احنا عايزين نركبها. خدها كده معانا بقى ونحطها هنا، ونقطع
هقطع بقى واحدة واحدة كده، هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. ناخدها كوبي، كنترول سي، كنترول في، هنبدأ بقى ان احنا ايه، نحط الحاجات دي هنا، الريش دي كده مثلا، دي حطيناها واحدة هنا، هناخدها كوبي كنترول جي، وبعدين نصغر دي مثلا كده، وبعدين ناخد بقى حاجة شكل تاني، حدد كده، حدد، تمام، كنترول سي على طول، خدها كوبي على طول بيست. اقول لك برضو ايه، لو محدش عارف الطريقه دي ان انت تاخدها كوبي ازاي، اقول لك برضو ايه، خدها كوبي ايه بشكل تاني ازاي. بص هنيجي نحدد مثلا من هنا كده، اول حاجة نطلع بس من ده، هنيجي نحدد مثلا دي، تمام، انا بسهلها لك خالص اهو، حددت تمام، عايز تاخدها كوبي تمام، تيجي هنا كده وتروح داس هنا اهو كوبي، تمام خدتها كوبي، تيجي بقى هنا كده وتروح جاي هنا كمان، تروح داس بيست. هو ذات نفسه هتلاقيه بيقول لك ايه ان انت ايه ممكن تقدر تاخدها ايه كوبي مثلا، بيقول لك ايه كوبي كنترول زائد سي، تمام كده انت تقدر تاخدها ايه. انا بشرح لكم بالشرح بتاع الابتدائيه، بحيث ان اللي مش في مش قد كده في فوتوشوب يفهم برضه. تمام، ابتدينا. انا بحاول ان انا الخبط الريش بحيث ان احنا ايه تبان الواقعية اكتر يعني. كل ما ان انت ايه تكبر كده وتصغر كده وتابع برضو مع بعدين الشرح، كل ما تلاقي الحاجة بقت ايه شكلها اوضح. عايز الغي الكاوتش ده عشان ايه مش ماشي مع الصورة خالص. تمام، ابتدينا. هنيجي بقى مثلا ايه ان احنا بقى نعمل ايه الفوكس بقى، نظبط بقى الايه العزل بتاع الريش دي كلها، ان احنا ايه ننسق عدسة الكاميرا، ان هي تجيب دي مثلا كده، دي في مفكسة ودي مش مفكسة، في مليون الف طريقة، بس احنا هنعمله بالطريقة الايه السهلة. هنيجي هنا عند بوكس بلور، تمام، دلوقتي ماسكين الريشة دي، ركزوا بقى. طبعا الريش اللي هي الكبيرة دي هنحاول ان احنا ايه نغمقها، يعني نموتها قوي. ليه نموتها؟
عشان طبعا هي اللي بتبقى قريبة من الكاميرا، فالكاميرا ده جايبة الفوكس على الحاجات اللي هي ايه حوالين الشخص اللي انت طبعا بتبقى، لو الكاميرا مثلا بتصور فأكيد يعني بتجيب الشخص هو الأوضح، وطبعا بتجيب اللي حواليه كله ايه مفكس او فوكس. معلش يعني انا مش جامد قوي في الانجليزي يعني، ف مع بعضينا. طبعا ايه نفضل ننسق كده بحيث ان احنا ايه الحاجات اللي في ناس طبعا بتشوفها تافهة دي بتعمل حاجة تانية، بتقلب الصورة عامة. خلي دي ما نعملش فيها حاجة، ونخلي دي برضه ما نعملش فيها حاجة. انا برضه الأجنحة دي برضه عايز ان انا ايه اديلهم فوكس كده خفيف، بحيث برضو ان هما يبقوا بلور كده شوية. نيجي هنا كده نديهم خمس خمس برضو عشان ما يبقاش ايه مش واضح قوي يعني. دلوقتي احنا رصينا وظبطنا الدنيا، هنيجي بقى على الايه على الكاميرا رو. خلصنا بقى طبعا احنا الشغل ده بيبقى حابب ان هو يبقى شغل دارك، فهنخش بقى على الدارك وازاي نقدر نعمل افكت دارك. بعد ما خلصنا الحاجات دي كلها تمام، هندخلهم على الصورة، ندوس كنترول اي، دوسنا كنترول اي هنخش بقى على الكاميرا رو. نظبط بقى مع بعضينا كده، خلي بالكوا الاحمر ده يعني بالذات الاحمر واللي هو بيبقى الاصفر والاورانج ده يعني حاول ان انت ما تلعبش فيه جامد، لان هو ده اللي معظم الصور بتبوظ بسببه.
كده بنغمق بتغمق الحتت اللي هي ايه اللي انا عايز ايه اغمقها. وهنا برضو يعني نحاول ان احنا ما تلعبش في اي حاجة غير بحرص، عشان هنا لا اما تظبط الصورة لا اما تخرب الصورة. انا في ناس قبل كده قالت لي احنا عايزينك وانت بتعمل افكت كده ايه من البداية، فانا حبيت ان انا ايه اعمل لكم الافكت يدوي بحيث ان انت تقدر تفهم السلكت اللي انا ايه بعمله وبعمله بايه، يعني بيبقى سهل معايا بحيث ان انا عارف انا هعمل ايه في الصورة دي. طبعا كل صورة انت بتصورها لازم تعرف انت هتعمل ايه فيها، ايديت ايه وكده، يعني بحيث ان انت ما تجيش تعمل ايديت وتتعب وما تبقاش فاهم انت بتعمل ايه. زي ما انت شايفين عملنا افكت محترم جدا وماشي مع الصورة، وبرضو يعني بالنسبة للافكت ده ما خدناش فيه وقت جامد وعملنا افكت كويس وماشي مع الصورة زي ما انت شايفين اهو. هنبدأ بقى نظبط بقى الريتاتش ونظبط الشعر، عشان زي ما انت شايفين الشعر مش مظبوط. هنخش هنا ونخش نقرب على الصورة كده قوي بحيث ان احنا نعدل على الشعر ده، عشان في اليوم ده اصلا ما كنتش راح اتصور، كنت راح اصور. طبعا شعري كان ايه عايز يتولع في الجاز. طبعا انت لازم تعدل ايه الموج اللي هي بتبقى موجودة دي في الشعر بحيث ان هو ايه يبقى مظبوط كله، ما يبقاش ايه حتة طالعة وحتة نازلة. والشعر طبعا لما بيتظبط بيظبط الصورة جامد قوي يعني. طبعا المناخير مش صغيرة بس هصغرها شوية، طبعا قرطي مش كبيرة بس هصغرها شوية، طبعا وداني مش هلعب فيها. وندوس اوكي وكانت النتيجة كده، كانت كده وبقينا كده، كانت كده وبقينا كده. قشطة يا باشا، هنيجي بقى نقدم هنا شوية ونشيل كم كان زمان الحاجات دي، دلوقتي مفيش اي حاجة عشان بس ايه هتشتريق. اللي بيأخرني ان انا لما بعوز اعمل فيديو بعمله بالليل يعني الصبح، يعني دلوقتي الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 6:30. طبعا بيكون بقى بتاع الروبيك نايم، بيكون بتاع الانابيب نايم عشان انا اقدر ايه اصور فيديو ما تسمعوش بقى ايه الكلام ده. طبعا الكلام ده عند كله يعني محدش بقى يعيش فيها عليا. فهو ده اللي بيخليني اخر يعني الوقت المناسب، الوقت الملائم. واي حاجة عايزيني اشرع عليها يا ريت تسيبولي كومنت تحت عشان اقدر ان انا اعمل لكم الحاجة اللي انتوا بتداروا عليها وعايزينها،
واللي يقدرني عليه اعمله يعني معاكم. طبعا شرحت لكم قبل كده ازاي هنعمل ريتاتش على الصورة دي في اسرع من ثانيتين تلاتة. اهو خلي ده 20 30 30 30 30ك بس كده. وطبعا دي بتبقى كده، فاحنا بنعملها هنا ونخلي دي بس هي اللي ايه معانا. هنقدم على البوش كده، نخليه كبير كده بحيث ان احنا نملك الوش كويس. وبالراحة بقى كده، ونروح ونجايين كده بالراحة. ننام 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 ناخد من الابيض كده ونحط في الاسود، ونمشي ونمشي. واللي عايزني اشرح فلتر بيوتي ريتاتش، اللي عايزني اشرح عن البيوتي ريتاتش ده ياريت يسيب لنا كومنت تحت ويقول لي ان هو حابب يفهم بعض الحاجات عليه والحاجات الايه الاسرع. انا بعمل لكم ريتاتش كده من اللي هو ده، بحيث ان هو حاجة عند كله وسهلة، عشان طبعا مش كل الناس عندها بيوتي ريتاتش. في ناس ما بتحبش يعني اللي هي البشرة اللي هي اسفلت دي، يعني في ناس بتحب الحاجات الخفيفة، فهي دي هتقضي بيها يعني الدنيا وهتظبط بيها دنيتك يعني. عامة كنت بشتغل بيها زمان وشغال بيها لحد الآن وكويسة يعني، بس في حاجات ما ينفعش اعملها باللي انا شغال بيه ده، فبستعمل بيوتي ريتاتش عشان خاطر ايه اقدر اطلع البشرة المناسبة واللي انا محتاجها. نعمنا البشرة، ظبطنا الدنيا، نروح بقى جايين هنا ونعمل بقى الشربن الجميل بتاعنا. خش هنا كده ونخليها يا باشا، نخليها كده زي ما انت شايفين الصورة نطقت نطقة حلوة. يعني تقدر تقول كده الصورة خلصت، الصورة كده خلصت. وممكن بقى ايه تعمل تقلب بقى مثلا في حاجة تانية. انا نسيت اللي انا اسيف الافكت، هنرجع هنا كده ونجيب اخر افكت عشان لو حد نسي، ونسيفه زي ما انا قلت لكم. هندوس هنا كده ونيجي بقى على التسييف بتاع كلاسيك، ونسيفه هنا كده مثلا نقول 4، واروح مسيفه عشان انا نسيت اسيفه. تمام تمام طبعا انا عايز الغي الحاجات اللي هنا عشان عايز اعمل حاجة تانية. قشطة قشطة، هنيجي هنا حاول بقى اللي انا ايه اغمق دي شوية كده. يا جماعة يبقى انتهينا من الشرح، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، ولو في اي تعليق او اي حاجة سيب لي كومنت تحت بحيث ان انا ارد على كل الناس واعرف ايه اللي انتم محتاجينه. وهتلاقي الحاجات اللي انا شغال بيها دي هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. يلا يا رب الدرس يكون عجبكم، لو عجبكم برضو ما تنسوش تعملي كومنت وتقولولي عجبكم ولا لا. كان معكم كلاسيك فوكس، السلام عليكم.